السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وانتم والعائلة ديالكم. المهم البنات، سمحوا لي البنات اللي ما طلتش عليهم، كنت صراحة مشغولة، هادشي علاش. وهذا النهار كيف ما كتشوفوا سبحان الله العظيم، البارحة البنات سخون عندنا الحال 31 درجة، واليوم تبدل صافي بحال غادي يطيح الشتاء. وقلت غادي نمشي ندير واحد الدورة في ليدل، حيت شفت في الكتالوج ديالهم عندهم شي حوايج هكذا زوينين، وقلت ان شاء الله نمشي ونديكم معايا. وكيف ما كتلاحظوا ضروري من الماسك من هذا النهار، حيت هاد الاثنين زعما هاد النساء. غادي نحاول نحط لكم الفيديو في هذا النهار من هذا. المهم ابارتيغ ديال الاثنين ضروري الانسان يدير الماسك في المارشيات، ولا في المهم تدخل شي المغازا ضروري ديري الماسك. الا ما درتيش ما عرفتش واش 125 اورو ولا 130 اورو. المهم لا لقاو الناس اللي ما دايرينش لي ماسك. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وخليكم معايا باش هكذا نشوفوا داك الشيء اللي كاين في كيف ما قلت لكم في ليدل. فرجة ممتعة ان شاء الله. هنا يا البنات حاطين غير هاد البانو غير على برا كيف ما كتشوفوا، عندهم المهم هاد لي غوب 9 اورو. وغادي ندخلوا ان شاء الله نشوفوا داكشي اللي عندهم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا له لايك، بارطاجيوه مع الاحباب والعائله باش تزيدوا تشجعونا. وفرجه ممتعه ان شاء الله. وهنا راني دخلت عند ليدل، عندهم هادو نتاع العصير، كاين ما عرفتش الصراحه شحال الاثمنه ديالهم، ما بانتش هنايا، كاينين بالالوان زوز. كاين هاد الماكينه تاع الخبز حتى هي ما عرفتش الاثمنه ديالهم. كاين هاد نتاع الكفته، هذه هي البنات سي لاغرون تاع هنا 20 اورو. صراحه هذه زوينه. كاين عندهم هذا المهم هذا الكيسان ولا هذا اللي فيهم الغطايه، كيكونوا 4 كيديروا 5 اورو. وهذه نتاع الياوخ عندهم 3 ديال لي بواط ديال الدجاج كما كتشوفهم هنايا. وهذه يديروا 12 اورو. كاين عاوتاني هذا الشكل مضوى فيه 3 يديروا 9 اورو. هذه بلانش باش كنقطعوا نقطع شي حاجه، شوف شحال فيها 4 الثمن ديالها. وكاينه هذه المهم تاع الخضره الفرماج داكشي اللي بغيتو. كاين هاد القطع عاوتاني تاع الخضرة، نوريكم لكم هنا. وهنايا عندهم هاد الماس هادو كيديرو 3 اورو. هادا عندهم هاد السلة تاع لي فخوي فيها الغطاية ديالها كدير 5 اورو. عندهم هذا باش كنمسحو ليدي فيها جوج. وعندهم هاد لي زاسيس تاع البلاستيك
فين المحطات وفين هذا الجوبل اللي باغي يمشي يدير بيكنيك على برا. هنا هذا الصاك عرفت الأثمنة ديال هو الأثمنة ديالهم هما. وفين عاوتاني هاد الصاك وعندهم عاوتاني هاد الماكينه تاع الخياطه. صراحه بعد ما صار كيجيبوا غير ديال 100 اورو. وعندهم هاد البنات هنا كاتبين دي فخوا دي سمو اما داكشي اللي كيبرد اليدين. الثمن ديالو 20 اورو. وهنايا عندهم هاد لي بواط تاع لوغونجمون هادي كدير 4 اورو. كاين عاوتاني ولا هادو صغار كاين عاوتاني صغار. كاين الكبار وعندهم البنات هادو وعاوتاني عندهم هنايا لي بواط. هاد لي بواط نتاع لوغونجمون كيديرو 8 اورو. كاين اللي فيهم 3 وكاين اللي فيهم 4. وهذا خلاص كاين حتى دي بواط ولكن الصراحه 4 كيديروا 5 اورو. ما قدرتش نصور لكم حيت كاين الثمن النهائي. هذه نتاع البلاستيك فيها شوف شحال فيها 3 بعد اولا 4 نشوف. مي السيده راه باخذه حتى كتحلف لي كارطون كتجي الصباح بكري. وعندهم هذا البنات اللي كيتبخيه بالبخار نقول لك بحال الكسكاس كيدير 19 اورو. وهذه خاصة تاع البطاطا تاع بغا يدير الفريت ماشي الثمن ديالها. هذه ما عرفت باقي ما حاطينش الاثمنه. هذه خلاص راه الثمن ديالها. وعندهم البنات هذا باش كتعبري زعما شحال ديال شحال الواحد ديال هكذا سباغيتي كديري شحال بغيتي طيبو شحال من الوقت. هذا هو الثمن ديالها. رجعت لكم البنات فيها 4 فيها 5 وكدير 5 اورو. هذه بوط نتاع البلاستيك. وعندهم هذه وعندهم البنات هاد الكلاسيير صراحه زوين تقدري ديري فيه لي كلاصو من الداخل وديري المهم داكشي اللي بغيتي العصير الماء